منار، مساء الخير منار. منار، انت وعم تسمعي مايا شو تذكرتي؟ انا بختلف كليا عن مايا برايها، براي جوزها، يعني مع احترام لرايه. قد ايه عمرك منار؟ هلا 18. وكم ولد عندك؟ 5 اولاد. بال 18 وعندك 5 اولاد؟ منار قد ايه عمر اولادك؟ هيدا اخراج الايد، كشف اعماره. اخراج الايد العائلي. منار، انت مواليد 95، فاطمة مواليد 2005. قد ايه كان عمرك لما جبتي فاطمة؟ 10 سنين. الله يخلي لك ايه هون، الله يخلي لك فاطمة ومحمد وعلي وعبد الكريم وخالد. الله يخلي لك ايه هون. سلام. موجودين معك اليوم باستوديو، في ولد مش موجود ما قدر يجي معك الليلة. صاخر. خلي لك ولادك، بيقول لهم ولادك ينسحبوا مشان اقدر حاورك منار. ينسحبوا اذا بتريد. مع شكرا. منار، شو بتتوقع اسألك اليوم؟ عن تجربتي. عن الحلو او عن المر؟ على الاثنين سوا. منار، انجبت بنتك فاطمة، الله يخلي لك اياها، كان عمرك 10 سنين، يعني الزواج بالتسعة. ايه، لانه انا بعد زواجي بشهرين صار في حامل. ليه تجوزتي بعمر 9 سنوات؟ هيك الاهل بدهم، هيك العوايد عنا، خلص البن مصير الزواج، إذا صغيرة أو كبيرة ما بتفرق. 9 سنين، قالوا لك شو قالوا لك؟ قالوا لي بدك تتجوزي. شو يعني زواج؟ شو أنت 9 سنين شو بتتذكري؟ ما بعرف شي. سألوكي؟ أخذوا رأيك؟ إيه. شو قلتي لهم؟ إيه. ما فيك تقولي لا؟ لا. ليه؟ خلص، إيه إيه. ما كنت بتعرف العريس؟ لا، مبلا بعرف وقرابتي. كان عمرك 9 سنوات، العريس قد ايه كان عمره زوجك؟ في فرق العمر بيننا. قد ايه كان عمره يعني؟ كان فوق 30. كان فوق 30، طفلة عمرها 9 سنوات، جوزك فوق 30 سنة، العادات والتقاليد قلتي لي جبروا بنت عمرها 9 سنوات. مش جابر. ممنوع تقول لا. فيها تقول لا؟ ايه، بس مش جبر. مش جبر، بس فيها تقول لا؟ هلا لا، انه خلص في يعني قاطعه ناس كثير قدامها، خلص يعني الوحده تقتنع، في قناعه. كنت تعرف عمر 9 سنوات انه المرأة بتتزوج، بعد بتتزوج بصير في حمل؟ في منها كثير. بتعرف انه بصير في حمل؟ كنت تعرفي؟ ايه بصير عنا. بتتذكري أول ما تجوزتي؟ إنه عادي مثل أي مرة تتزوج. طفلة. طفلة. طفلة مرة بالنهاية، خلص صار في زواج. بتتذكري لحظات الخوف؟ أكيد في خوف. بس مرقت. بحترم جدا اليوم شهادتك وبقدر جدا شو بدك تحكي وشو ما بدك تحكي. جوزتي الى ان صار في حمل، لما قالوا لك حامل خفت وتضايقت. من شو خفتي؟ في روح وفي عمر لالي، خلص حسيت انه بلش ياخذ حدا تاني من عمري، في مسؤولية كبيرة. شو ياخذ من عمرك؟ يعني لما يكون في طفل أكيد رح أعطيه من عمري، من وقتي، من حياتي. هالطفل أخذ طفولتك؟ أخذ طفولتي. لما خلقت فاطمة، مسكت فاطمة بين إيديك،
كان عمرك 10 سنين. خفت امسك، خفت عليها من حال. خفت اذيها. كنتي هالقد يعني؟ لا، كان حجمي منيح. وبعد فاطمة اجا محمد بعد سنة دغري. يعني كان عمرك 11 سنة صرت ام، الام لفاطمة ولمحمد. صح. راح الخوف؟ ايه قال. بعمر 12 سنة اجا علي، وبعمر 13 سنة اجا عبد الكريم، ومن سنتين اجا خالد. كان عمرك 16 سنة لما اجا خالد. تعبت كثير بهالمرحلة، صار معي كثير مضاعفات، اكيد امراض جسدية نفسية، كثير تغيرت حتى يعني امور كثير معي، شكلي بمظهري، صار في مسؤولية أكبر. مع كل ولد كان يجي كان عم بيزيد عندي المسؤولية. كيف كنت عم تستقبلي ولد، عم بتربي ولد، وكيف كنت عم تتقبلي أيضا التغيرات الجسدية والفيزيولوجية للمرأة؟ يعني صرتي مرأة، يعني صار عندك ولد، كنت طفلة حتى بالشكل الجسدي. كيف كنت تتقبلي تغيرات جسدية تبعك وأنت أم بالمقابل؟ أكيد يعني ما في خيار تاني، لازم أتقبل، يعني ما في حل تاني. يعني لما خلق أول طفل ما قدرت ترضعيه، ما قدرت ترضعي فاطمة؟ لا. بأي ولد قدرتي صرتي قادرة ترضعي؟ أكيد النضوج عندي بآخر ولد، إنه آخر ولد مفروض إنه يعني يكون عمري مناسب لل، إنه تقدر ترضعي؟ إيه، يكون عندي أولاد، يعني يكون عمري طبيعي بالـ16، يعني الوحدة تجيب أولاد وتربي. هو مش طبيعي، يعني انه بس مقبول، انه بصير هو مش طبيعي، ولكن فيها تكون اكثر قبولا جسديا، قادره يمكن تردع، هيك قصدك؟ بس ولكن 16 سنه هي مش يعني في مضاعفات، وانت قلتي عن المضاعفات. صح. لما حسيت المضاعفات النفسيه والجسديه وقلت تعبت جسديا ونفسيا، ليه ضل في اصرار على الحمل؟ ما قلتي خليني اوقف فتره؟ ما كان الخيار الي ابدا، ما كان الخيار الي. بعدين الحمد لله هو اسمتهم اجوا، وانا كثير مبسوطه فيهم. قلت الخيار ما كان الي، الخيار لمين؟ اكيد لزوجي. لو كان الخيار الك شو كنت قلتي لزوجك؟ هلا الحمد لله ما فيني انا يعني يعني الحمد لله الله طعمني اياهم، وكثير حبيتهم وحلوين، وخلص الوحده اعطت عمره لواحد واثنين، فيها تعطي لاربعه وخمسه، يعني كلهم نفس الشيء. من شو انحرمتي منار؟ من الطفولة والمراهقة، والأهم من العلم. من شو حرمتيهم؟ لأنك انحرمتي من طفولتك ومن العلم ومن المراهقة، شو حرمتي أولادك من دون قصد؟ بتمنى أني أكون أم ناضجة لإلهم، ما أكون يعني هيك مثلهم ولد. بالرغم مجهود الكبير تربي خمس أولاد منار، بالرغم المجهود كله، شو اللي بيبقى ناقص ومش ممكن تعطيه الام لاولادها بهالعمر؟ ما بعتقد انه في نقص، انا بالنسبه لإلي ما في نقص، عم بعطيهم ومثل اي ام، وبالعكس عم كون كثير قريبه لإلهم. قلتي لي قبل شوي ما بدي اكون مثلهم، ايمتى بتكوني طفله معهم؟ ايمتى بتلعبي دور الام معهم؟ اكيد هلا اغلب الوقت بكون طفله انا معهم، يعني وقت الجد كتير قليل عندي انه ام. بتعيشي طفولتك معهم؟ ايه بعيش طفولتي معهم. تلعبي معهم ام بتلعبيهم؟ اثنين سوا، مفروض انا العب الدورين. ليه؟ فرض علي كون ام، كون رفيقة، تكوني طفلة. كون طفلة. كيف تعود اليوم على اولادك كل شيء اللي حرمتي انت منه؟ كيف تعود اليوم؟ أعطيهم، علمهم، درسهم، ما أسمح لبنتي أن تتزوج بعمر صغير، خليها هي تأخذ قرارها. إذا جبرت؟ ما رح تنجبر، ما رح تتكرر. ليه؟ خلص صار في وعي،
وانا ما بنصح حتى لو غير بنتي، يعني ما بنصح بهالشي. رح تعيش وتشوف حياتها وتكمل بعدين تستقر، لانه الاولاد كثير مسؤوليه كبيره والبيت والزوج كثير مسؤوليه كبيره. العلاقه مع الزوج اصعب ام علاقه مع الاولاد اصغر اصعب لما بتكوني طفله عم مجوزه وعم بتربي؟ بالمرحله الاولى العلاقه مع الاولاد اصعب، بس بمرحله انه انجبت اولاد وهيك اكيد صارت مع الزوج اصعب. صير في كثير تباعد بالافكار وبالعمر وفرق العمر كثير، يعني بصير في تعب بالحياه. الاولاد بصيروا بيستوعبوا اكثر من الزوج. اليوم منار عم بحاوري كانك سيده اربعينيه خمسينيه. تحيه لمنار ولكلام منار الليله ولجرأتها لمنار. منار انت اليوم مثال لكثير من بنات يجبرنا على الزواج وبيتجوزوا من دون ما تعرف جوزها، بيجبروها تتجوز. انت اليوم مثال لهم، وانا بفتخر انه اليوم انا حاورت تكوني ضيفتي انت اليوم منار. شكرا لك. منار انت اليوم طفله عمرك مراهقه 18 سنه، بعدك مراهقه ام لخمس اولاد، بعد في مجال للحلم؟ بعد تحلمي؟ اكيد عندي حلم يعني وكثير بتمنى انه يتحقق بس صعب. شو هو حلمك؟ حلمي ارجع كمل دراستي واختص ويكون لي حياه خاصه فيني، بس كثير صعب. اذا بقول لك ما في حلم مستحيل. لا انا بعتبر انه خلص اخذت قناعه انه في حدا لازم انا اعطيه وقتي. انا من الاول اعطيته لازم كفي عطائي، يعني انا اعطيت اولادي وقتي ولازم كفي هالعطاء كله. واذا بهالوقت اللي انت عندك اياه انا قدرت اخترع لك وقت اضافي تقدر تحقق حلمك؟ بعتقد صعب لخمس اولاد وبيت ومسؤوليه انه هالشي يصير. فينا نحلم سوا؟ اكيد الحلم ما بيوقف. واذا انا رح ساهم لو بشي صغير وقريبا منار رح ترجعي تحقق حلمك وتدرسي، وقد ما بتقدري من وقتك انا بوعدك رح نكفي هالخطوه سوا ان شاء الله وتحقق حلمك.